أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم أن إمارة الشارقة هي أول مدينة صديقة للطفل على مستوى العالم، وذلك في حفل أقيم اليوم في قاعة الجواهر للمؤتمرات والمناسبات بالشارقة بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق ورئيس حملة الشارقة إمارة صديقة للطفل، ومعالي مريم بنت محمد خلفان الرومي وزير الشؤون الاجتماعية، ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة، وعصام علي أخصائي سياسات اجتماعية في مكتب اليونيسيف لدول الخليج، إلى جانب عدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية والخاصة التي تم اعتمادها من قبل الحملة كجهات صديقة للطفل. رعاية الطفل والاهتمام بقضايا الطفولة يأتي على رأس أولويات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، فاليوم احنا في احتفال صراحة مميز لفوز الشارقة ويعني تحول الشارقة إلى إمارة صديقة للطفل. بدأ هذا الأمر في عام 2011 وأنا حضرت الفعالية الأولى، وكانت في الحقيقة كانت حملة لتشجيع الرضاعة الطبيعية وتشجيع الأم العاملة على وجه الخصوص على أن تهتم وتأتي بطفلها إلى مكان العمل وتخصيص أماكن خاصة للأطفال في الشارقة. اليوم في الحقيقة يعني هناك عدد كبير من المؤسسات سواء على المستوى الحكومي أو على المستوى الخاص بالإضافة إلى الحدائق والمستشفيات تحولت بكاملها إلى مؤسسات أو أماكن صديقة للطفولة، فهذا يعني في الحقيقة أن الاهتمام بالطفولة فعلا شيء يعني يأتي بثماره في المستقبل في رعاية الطفل وفي تعزيز العلاقة بين الأم والطفل. نحن نشكر سيدي صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة على هذه المبادرة الذي جعلت من الشارقة مدينة صديقة للطفل، وتوجيهات من سمو الشيخ بدور جعل الشارقة تتبوأ هذه المكانة الطيبة. طبعا نحن لقينا إقبال كبير من المؤسسات ومن الدوائر الحكومية والمؤسسات أيضا السياحية بإنشاء هذه المراكز التي راح تضيف إضافة كبيرة. طبعا العائد راح يكون على الأسرة، العائد راح يكون على الأم، العائد راح يكون على الأطفال، ونتمنى إن شاء الله أن يعم هذا القانون على دولة الإمارات والكل يستفيد من هذا. طبعا بتجربة خاصة نحن الحمد لله يعني استقبلنا طفل جديد قبل 6 شهور ولاحظنا أن الخدمات اللي وفرتها يعني المشروع هذا وفر الخدمات أصبح أسهل حق الأم أن ترضع ابنها في مكان مريح، أصبحنا نختار الأماكن اللي نروح له بناء على الخدمات اللي موجودة فيها. فنقول لأصحاب القرار في جميع إمارات الدولة أن مثل هذه الخدمات راح تضيف بشكل كبير على الأم وعلى الأسرة وعلى الطفل. تضمن الحفل تكريم 140 جهة دعمت حملة الشارقة إمارة صديقة للطفل من خلال الجهود التي بذلتها هذه الجهات، والتي قامت بتعزيز الصحة الجسدية والنفسية للأطفال من خلال تمكين جميع الأمهات من رضاعة أطفالهن مدة 2 سنين لمنحهم البداية الصحيحة للحياة، حيث ساعدت الحملة والجهات الداعمة لها على تشجيع المرافق والمؤسسات ضمن 4 فئات أساسية هي مرافق صحية صديقة للطفل، ومؤسسات صديقة للأم، وحضانات صديقة للرضاعة الطبيعية، وأماكن عامة صديقة للأم والطفل، على الحصول على اعتماد الحملة من خلال توفير بيئة داعمة ومساندة للأمهات للبدء والاستمرار بالرضاعة الطبيعية ورعاية أطفالهن. أن إمارة الشارقة صديقة للطفل.